السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت بتعمل بحث أو بتعمل صفحة وفي جزء معين مثلا فيه غلط، وليكن مثلا هنا فأنت عايز تنبه إن فيه غلط، هتقول له ديليت، وبعد كده هتقول له ديليت. أنت مش عايز تمسحها، أنت عايز تبقى موجودة بس تنبه الشخص إن الكلام ده خلاص فيه تعديل فيه أو في حاجة أفضل، تمام؟ فهتلاقي الكلمة اتعملت ديليت. طيب عايز تكتبها بقى بشكل أشيك، مثلا جي ان مثلا، وبعد كده تقول له ان في حاجة اتعملت جديدة اللي هي insert، وبعد كده تقفل insert ديت بالشكل دوت، وتقول له انا عايز اشوف الصفحة. فيبدأ يجيب لك ان دي اتغلط، ويقول لك ان في حاجة جديدة حصل لها insert دوت. ده بحيث لو في بحث وانت عدلت كلمة او كده وعايز تنبه الدكتور للكلام القديم والكلام الجديد تقدر تستخدم ديليت.